يسعد أوقاتكم. بزمن الكورونا طلعت كتير أفكار حول العالم للمحاولة للسيطرة على انتشار الوباء العالمي، كل واحد بمكانه قدر يقدم فكرة. كتير ناس ما قدرت تقدم أفكار، ولكن البقاء بالمنزل كان هو أكبر عامل مساهم بوقف انتشار الفيروس. مهندسين وشفنا أطباء وشفنا كتير ناس من اختصاصات مختلفة كانت عم بتحاول تأدي دورها وتقدم أفكار مبدعة. اليوم نحن متواجدين بأحد المنازل بمدينة دمشق لنتعرف على مشروع لطلاب من كلية الهندسة المعمارية وأيضا من اختصاصات أخرى قدموا فكرة لمشروع ممكن يساهم بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تأمين بيئة صحية مناسبة وبيئة معمارية. رح نتعرف أكثر على هالمشروع مع أكيد المهندسين المعماريين. أول شيء مرحبا، أتعرف عليك. أهلا وسهلا، أنا أحمد الحجة، طالب سنة رابعة بكلية الهندسة المعمارية. نور الشلاه، طالب سنة رابعة هندسة المعمارية. رح أبدأ معك ونتعرف أكثر عن فكرة المشروع. من وين خطر ببالكم تبلشوا تصمموا إذا فينا نقول مكان أو مستشفى للتصدي لفيروس كورونا؟ تماما، بداية نحن بلشنا الفيديو يلي هو بيشرح وبيلخص فكرة المشروع بالجملة يلي نحن منا طلعت فكرة المشروع، أنه سيحصل وينتشر ويصل إن لم تفعل شيئاً لإيقافه، ونحن عملنا اللي علينا أنه ضمن المشروع عم يشرح شو نحن اشتغلنا. هو مركز صحي مختص بمعالجة أمراض الكورونا، تمام؟ المشروع كانت فكرته أنه يكون سهل التصنيع، يعني نحن استفدنا كثير من التجربة الصينية اللي طلعت لمشفى يعني عدد أسرة ضخم جداً، فوق 1000 سرير، تمام؟ نحن طلعت فكرتنا أنه نحن ببلادنا يمكن ما نقدر نساوي 1000 سرير أو 1500 سرير. صممنا يونت واحدة، موديول واحد، يعني بوكس واحد بيحوي على 4 أسرة مع أجهزتهم الطبية. هذا البوكس هو بيتصنع من نظام إنشائي اسمه ساندويتش بانيل، بيتركب بساعتين وساعتين وثلث، ساعتين ونص تقريبا، بخمس عمال. يعني إنه مثلا العمال لازمين 5 عمال لساعتين ونص بيكون جاهز أول بوكس، تمام؟ نحن كانت الفكرة إنه مو ضروري نعمل مبنى كامل، مو ضروري نعمل مثلا مشفى كامل، نحن بنعمل هذا البوكس وحسب احتياجات كل منطقة نحن قادرين نحط بوكسات أو هدول الموديولات على حسب مثلا حالات المرضى. صار في حالات زيادة، انتشار زيادة، بنجيب بوكسات وبنحطها فيها بقلب هذا المكان. هلا نحن درسنا المشروع على بنينا المشروع على عدة أسس تصميمنا. بنينا أولا بالحل الوظيفي الصحيح بحيث يكون بيلبي الاحتياجات اللي لازمتنا، يعني مثلا منطقة معينة انتشر فيها المرض لا سمح الله عنا بالبلد، بنشوف مثلا شو عنا أعداد، نبلش بقى بنحط المركز، بنحط الكتلة الأساسية للمركز، ومؤلف هو من وحدات. هاي الوحدات حسب الحاجة بنحطها، طبعا هي سهلة النقل، سهلة التركيب، وأقل بالوقت وأقل بالتكاليف. هذا كله كان مدروس يعني من بداية شغله. هلا الشيء اللي بيميز المشروع اولا هو انه حسب المنطقه اللي بدي اياها انا ببلش بحط فيها حسب الاعداد. في حاله زادت الاعداد لا سمح الله فيني زيد الوحدات، وكله مدروس ضمن التصميم يعني تبعنا. والموضوع الاهم اللي كان لافت انتباهنا وشاغل بالنا هو موضوع التكلفه الماديه. اكيد نحن درسنا يعني كيف ممكن نعالج هالمشكله وعدد المنافس، ونحن يعني حسبنا حساب بتصميمنا إنه مثلاً لكل سريرين في منفسة، في مثلاً والأجهزة المناسبة، طبعاً بعد ما نسقنا مع زميلنا المهندس اللي عم يدرس هندسة طبية. فرزت حباب من كلية الهندسة الطبية السنة الخامسة. هلأ أنا يعني بداية التصميم العام اللي كان يعني للغرفة اعتمدنا فيه على يعني المعايير التصميمية الأساسية يعني غرفة العناية المشددة اللي هي كانت 4 أسرة بأربع أسرة مواجه بعض، يعني يعني كان بيناتهم طاولات اللي متعلقة بالممرضين. هدول نحن مشان يعني الممرض يراقب المريض بالعين المجرده، لانه يعني ما فينا نحن نشوف الانذارات الصوتيه او الضوئيه، لانه يعني حساس شوي المرض. مشان هيك اجباري لازم يكون يعني الممرض قدام المريض. نحن اول شيء يعني بالدرجه الاولى نحن عندنا يعني المنافس هي أهم شيء
اهم شيء كانت اخترنا تقريبا 4 منافس للغرفه الواحده، يعني بمعدل منفذ لكل سريرين. هلا هاي الغرفه مثل ما انتم شايفين 4 اسره ب4 اسره، بيناتهم يعني هدول الحواجز مشان يفصل كل مريض عن الاخر، وهدول الطاولات يعني هن طاولات يعني للممرضين مشان يتمكنوا من يعني مراقبه المرضى، وجهاز المنفسي ها، وهي هون مثل ما احنا شايفين المونيتورات، وفي طبعا يعني حامله سيروم لكل سرير. زياد تقي، مونتير لأكثر من 5 سنوات، بدرس إخراج سينمائي. هلأ بالنسبة لدوري كان هو عبارة عن تصميم الصورة النهائية، الفيديو النهائي للمشروع. أصدقائي قدموا الفكرة والدراسة التفصيلية تبعها، ولما شفتهم أنهم بادرين بفكرة كتير يعني تعتبر بوقتها مناسبة وإيجابية جدا، فحبيت أنه ساهم معهم، فبالتالي حبيت أنه شارك بموضوع المونتاج ضمن اختصاصي، وخاصة أنه عبارة عن مخططات والتفاصيل، فبدأ عبارة عن صياغة جمالية تكون مختصرة وواضحة جدا بالنسبة للمشاهدين والعوام وأي شخص بيتابع هذا المشروع فيه، تكون من صلب المشروع لتكون أنه جذابة وتشد المشاهد من البداية أنه شو النهاية حتكون. حطينا مقتطفات بدون تفاصيل، التفاصيل بتكون بعد هالمرحلة من الفيديو. طبعا هلا نحن عم نشوف حاليا مرحله ما قبل الايديتنج وما بعد، يعني قبل الالوان وما بعد الالوان. كان شغلنا 90% أونلاين تقريبا، اجتمعنا آخر شيء بس حتى ننظم الأفكار، يعني إنه كان 90% أغلب الشغل أونلاين. عملنا جروب على التليجرام، اشتغلنا سوا مثلا نحاكي بعض، نبعث الصور كذا، كل واحد بالمجال اللي هو في اختصاصه يحكي شو هو شو بده، يبعث الدراسات تبعه لحتى وصلنا لهالنتيجة. جائحة كورونا في آبة تكون شهرين 6 أشهر سنة الله أعلم، بس هي إنه جائحة إنه فترة ورح تمضي. نحن فكرنا بأنه المشروع ما يكون عبء على المستثمر أو مثلاً عبء على الجهة اللي يعني مثلاً إذا جهة استثمر تمام، فكرنا أنه نحن نقدر نعيد توظيفه ونعيد يعني تدوير مواده، يعني نعيد توظيف المبنى كله، يعني مثلاً ناخده المكان تاني نترك يعني نعمله سكن مؤقت للطلاب أو سكن مؤقت مثلاً للاعبين أو ضمن ملاعب أو هذا الشيء، يا أما نحن نعيد تدوير المواد تبعه مثلاً نرجع نستخدم الألواح ساندويتش بانيل بغير مبنى، تمام؟ مشان ما يكون عبء علينا وعلى المستثمر.